الجماهير الشعبية تحيا نضالية للصحافة الدولية التي تتابع أحداث الريف وتنقل الصورة الحقيقية لهذا الحراك منذ مطحن محسن فكري. كما تساءلت معي أن المرأة الريفي عادة محافظة، أظن أن المرحلة ليس هناك شيء اسمه رجل أو امرأة أو طفل أو شيخ، المرحلة تستدعي أن نكون يدا في يد، أن نكون جماهير شعبية من أجل إطلاق سراح المعتقلين على رأسهم المناضل ناصر الزفزافي، محمد جلول، محمد المشاوي واللائحة الطاولة. أظن أن المرأة الريفية تسجل حضورها وبقوة سواء في الحسيمة المدينة أو في إمزورن أو في بوعياش أو في بوكيدان، لأن من العادة أن المرأة الأمازيغية سواء في التاريخ القديم في تاريخ شمال إفريقيا كانت ملكة على سبيل الذكر، الملكة دئية. المرأة الريفية المقاومة مع المقاومة المسلحة وأعضاء جيش التحرير في حرب الريف، ها هو التاريخ يعيد نفسه. المرأة الريفية تسجل حضورها وبقوة مع أخيها الرجل في جو من التآخي والاحترام، وتحية نضالية.